راح نتابع محطاتنا، واليوم معنا ضيفة راح تكون معنا، وراح تكون معنا لهيك حلقتين اليوم لحتى نشرح أكثر عن مواضيع كثير مهمة متعلقة بموضوع تقويم النطق والصوت. ناتالي صقر، صباح الخير ناتالي. صباح الخير غيدة، وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم صباح. فعلا الموضوع كثير مهم، يعني بالعادة بنفكر يمكن أكثر بهذا الموضوع عند أولاد الصغار، كيف واحد بيقدر يأسس معهم مزبوط طريقة وتقويم النطق والصوت، ما منفكر شوي أكثر بالأكبر منهم، لأنه أوقات هيدا الشيء بينطبق على كل الناس، يعني مش عنده عمر واحد، عنده كل الأعمار ممكن تعاني من هالمشكلة. إذا واحد بده يعرف شوي أكثر المشاهدين على موضوع تقويم النطق والصوت، شو بنقول لهم؟ بالإجمال الصوت بيتعجبوا الناس، بس يقولوا لهم مثلا بدك تروح تظبط صوتك، تعرف كيف تتنفس، تعرف كيف تلفظ. بالإجمال الحكمة هن اللي بيبعتوا، الأطباء هن اللي بيبعتوا الناس الراشدين لعنا. بيجي هو أنه حاسس حاله أنه هيدا هون الأورتوفوني أو سبيتش ثيرابيست، هي أكتر للولاد، يعني شو جاي أعمل. ومشكلة الصوت صراحة مشكلة منا هينة، لأنه بتخلي الواحد يصير مش فانكشنال، خاصة إذا مضطر يستعمل صوته لشغله. أكيد. عم نحكي عند الراشدين مثلا مثل نحن مثلكم أنتو. الصوت إذا بدنا نحدده شوي، الصوت هو identity، يعني هوية كل شخص. صحيح. يعني بيسمعوا صوتك بيقولوا هيدا غيدة. مظبوط. وهيدا الشيء فعلا أنا بشعر فيه، يعني إذا بحوات إذا بيسمعوني حتى لو بيرمي ظهري ما بيعرفوني دغري من شكلي، بس صوتي عن جد أول شيء دغري بيعرفوه هو إنه صوتي. الصوت هوية. والصوت منه محصور، كمان نعممها شوي للعالم، منه محصور هون، منه محصور بالحنجرة ومنه محصور بالأوتار. نعم. الصوت هو عدة سيستمات بالجسم بيشتغلوا تا نطلع الصوت. فينا إذا نشوف أول صورة تا نقدر نوضح أكثر. نعم. المنطقة هي الرواية، يعني منطقة النفس مطرح ما نشوفها بالأورانج هون، الرواية والمجرى يلي طالع مطرح ما فيه الأوتار الصوتية، والمنطقة يلي منلفز فيها. هول الثلاث مناطق هن مسؤولين نطلع صوت منيح. صحيح صحيح، وهذا الشيء الاساسي، يعني بدهم يكملوا بعضهم، لانه بالنهايه هذا هو المشوار اللي بده يبلش فيه الصوت 100% حتى يظهر بعدين بهالطريقه الصحيحه 100%. فالراشدين ممكن يكون تعرض اي سيستم من هالسيستمات الثلاثه لمشكله، بس اكيد نحن بس حيلا حدا يبح صوته او يتغير صوته ما راح يجي دغري لعنا. صحيح. هو الاصول يروح كمان عند الطبيب المعالج اللي هو الاي ان تي او الاوتورينو، يعني اذن انف حنجره. وفينا نشوف كيف بتاني صوره فيهم يعملوا لهم الاكزاما والتستينج تا يقدر يحدد شو وضع الاوتار. والاوتار بنشوف كمان بثالث صوره كيف هن الاوتار، هن منهم حبال، هن عضلات، لانه هذا الشيء شائع عند العالم. بنشوف بثالث صوره الاوتار الصوتيه. ايه الحبال الصوتيه. اوكي، بنشوف كيف شكلهم، هن هون في شيء مثل تورم هون بالوتر، هو هذا الشيء الابيض الموجود. وحركته كمان مع النفس ومع اللفظ هو اللي بيخلي انه الصوت يكون طالع. صحيح صحيح، وهذا هو الشيء الاساسي، يعني مثل ما قلتي ناتالي، لانه مثل ما ذكرتي في ناس اوقات عندهم هالمفهوم الخاطئ عن هالموضوع، انما بنعرف كمان، يعني اول شيء اكيد في مثلا موضوع الرشح او موضوع الزكام اللي بيصيب الاشخاص، بس يكون في جريب بصير اكيد الصوت بيتاثر بالدرجه الاولى، بس يكون في حرقه كمان الصوت بيتاثر كمان بشكل كثير كبير. وهون كمان لما بنحكي كيف واحد بيقدر يهتم بصوته لحتى يتفادى كل هالمواضيع، اكيد الرشح بده ينطر شوي لتروح الجريب، بس اشياء تانية كمان بده يحافظ عليها، لانه في ناس مثلا ببلشوا بيسعلوا بصير عندهم بحه وبتسحب معهم 100%. البحه العادي، يعني البحه بتيجي على يومين على جمعه، انه من وراء استعمال مثلا راحوا سهروا، راحوا عملوا كان، او شربوا كثير بارد، او شربوا اشياء معينه، انه على فتره معينه. منا هيدي المشكله بس تتخطى الاشياء شهر وشهرين وثلاثة، ويصير الشخص منه مرتاح بصوته. يعني بيصير عم يشد أو بيعمل، منقول نحن مثل فرساج تا يطلع الصوت، بيصير إصدار الصوت كتير متعب، وبيصير صوته تعبان ويشد فوق ويحس هالمنطقة كلها مشنجة وشادة. فبقى هالعالم هن يلي بحاجة يروحوا لعند الطبيب المختص تا يحدد شو هي الحالة. وبالنسبة للبحة هون، بس يصير البحة تكون طولت، يعني الطبيب المختص بينصح بالمتابعة. المتابعة عند الأورتوفونيست بتكون بدها تشتغل كمان، أو سبيتش ثيرابيست بدها تشتغل على السيستمات اللي حكينا عنهم، يلي هو النفس، الأوتار
والمنطقه يلي بنلفظ فيها يلي بيقولوا لها كمان الفراغات الرنانه اللي بتعمل رنين الصوت. نعم هيدا اكثر كمان نشتغل عند الفنانين، يعني عند اللي بيعانوا من مشاكل بالصوت. صحيح، لانه بده يكونوا بدهم يحافظوا على صوتهم اذا عندهم خاصه حفلات، وعندهم حفلات مستمره، يعني هدول الاشخاص كمان اللي بيعانوا اكثر بكثير من غيرهم، يعني ان كانوا فنانين بيأدوا غنائيا او بيأدوا مسرحيا او يعني كمان هدول كل هالاشخاص عندهم هالصوت اللي هو كثير اساسي بيعملون بالاضافه لنا كلنا نحن اللي بنشتغل بالتلفزيون. الاساتذه عندهم كثير كمان هيدا الشغله، محامين كمان يعني بده يترفعوا ايه هالعالم اللي بتستهلك صوتها، لان بشكل تعمل مثل اكشن على الثاني، يعني اللي بيكون عم بيخبر او عم بيحدث بقلب شغله شيء على الرايق منه بحاجه ليكون عم يعمل تكنيك مرتبه، بس الشخص يلي بنقول بيعمل بروجيكسيون فوكال انه مجبور يعمل مثل اكسيون على اللي قباله، مجبور يحافظ على صوته ويكون عنده صوت يكون مثل انه صوت امبل بنقول له انه مرتب يعني. صحيح صحيح. هون كمان لما بدنا نحكي عن الاشخاص اللي بدهم يحافظوا على صوتهم، يعني مثل ما قلنا انت هون عم بتقولي المشكله بتصير بموضوع البحه، بس يتخطى الموضوع الشهر والشهرين بصير واحد فعلا لازم يتابع مع سبيتش ثيرابيست. انما هون لما بدنا نقول انه بالاشخاص اللي عم بيكون معهم ان كان على فتره قصيره هالمشكله او ان كان لما بتتخطى هالفتره لما بيجوا لعندكم شو بتعطوه النصايح؟ يعني مثلا في ناس مثلا بيقولوا بدنا نعمل هيك، بيقولوا لا بتجرحوا صوتكم، مثلا اشربوا هالمشروبات السخنه مثلا، كل هالامور في اوقات مثلا واحد ممكن ياخذ اشياء ان كان ادويه او اشياء مرطبه يعني كمان، بقى شو ابرز النصائح اللي بتعطوهم اياها؟ نحن غير التكنيك في الهايجين، فوكال هايجين، يعني كيف واحد يحافظ على صوته؟ هلا مش عم نحكي عن تكنيك اذا بقى عندنا وقت، سو الهايجين اول شيء واهم شيء انه الشخص ما يصرخ. صريخ صراحة لأنه هذا ما يصرخ أبدا، بيستهلك صوته كثير، الصريخ يكون قد ما بيقدر يضبط أعصابه هيدي يعمل كنترول، لأنه هي هاي الثيرابي اللي بنشتغلها هي أكثر فيها كنترول على الدماغ، يعني كمان إنه كيف بدي أسيطر على حالي إذا الجو كان ضاغط علي، كيف بدي أكون رايق وأقدر أقطع فكرتي بلا ما أشنج يعني. سو أول شيء الصريخ أول شيء بده واحد عن جد يجرب كثير، وهيدي فيها مجهود كثير كبير اكيد، اذا كان في شيء كثير حواليه ضغوطات عم بتصير بده يضل ضابط كثير اعصابه، هيدا شيء كثير صعب لحتى ما كمان هو يحس حاله عم بياثر على حاله وعم بياثر على الجو اللي حواليه كمان 100%. بس نحن كمان بعدين بالتكنيك بنعلمه يصرخ ويكون مرتاح وما ما يضعف صوته، يعني انه ما رح نغير له كل شخصيته للشخص بس يكون عنده بحه. ثاني بارت فينا نفكر بكل شيء مأكولات، كل شيء مأكولات حاره، كل شيء مأكولات فيها زيت مقلي، يعني كل شيء ممكن يجيب الرفلو، هيدا كمان بنقله للشخص قد ما فيك واشرب مي، ولا سكر نبات ولا عسل ولا شيء من هيدا اللي بخلي يصير في نوع من الاسيديتي بورا هاي المنطقه الاورانج اللي فيها الاوتار اللي هي يعني البلعوم مطرح ما بناكل، لانه في يعمل اسيديتي وتطلع على الاوتار ويحمره. سو ولا شيء. سو هدول معتقدات يعني خاطئه، يعني لانه كثير ناس كانوا هيك ياخذوا هيك شيء، يعني ياخذوا سكر نبات او ياخذوا مثلا عسل انه هذا الشيء بيطري، او مثلا زهورات يمكن مثلا. لا نحن بننصح بالماي، بس المي ماي، واذا بدهم يشربوا شيء ولا يكون كثير سخن ولا يكون مسقع اكيد ليحافظوا على المنطقه. واكيد مهم يكونوا باكوستيك منيحه، يعني ما يكونوا بضجه يعني شغلهم، لانه اذا في ضجه كثير بدهم يضطروا يعيطوا ويصرخوا، يعني قد ما فيهم اذا بدهم يحكوا او بدهم يودوا صوتهم بدهم يقربوا شوي على الشخص يلي هو التارجت تبعهم. نعم. سو هيدا اذا عم بحكي انا الهايجين تبع الفوكال هايجين، انه كيف في انا رتب الانفايرمنت قبل ما اروح على التكنيك اللي بتشتغلها السبيتش ثيرابيست او الاورتوفونيست. نعم. سو بالتكنيك في شغل تاني، في شغل على النفس مثل ما بنسمع كمان للفنانين اكثر انه بيقولوا لهم خذ نفس من بطنك، احكي من بطنك، انه بنشتغل كثير البطن يلي هي المعتقد انه البطن هو فيه اكل يعني، بس نحن بنشتغل على الروايه وعلى شيء اسمه الديافراغم وعلى عضلات كمان خاصه بحركه الديافراغم. نعم. يلي هو بياثر على النفس، على تكبير النفس وعلى الكنترول. نعم. يعني بنشتغل كثير شغل على النفس، بنشتغل حركات للاوتار، وبنشتغل على الفراغات الرنانه اللي هن الارتكيوليشن او مخارج الحروف. نعم. كيف بدنا نلفظها. هاي التكنيك هي بتعتمد على هول ثلاثه سيستم لنقدر نوصل على
صوت كتير حلو يعني. فعلا ومثل ما قلت يعني بده يوصل الرسالة اللي نحن بدنا اياها، لانه يعني الصوت واحد بيستعمله بكل شيء بحياته، يعني اذا كان عنده اجتماع بيكون عم بيتعاطى مع كذا شخص او مع شخص واحد، او حتى يعني الاساتذه مثل ما قلت اللي بيعطوا محاضرات، اللي بيعطوا اوقات بيكون في مثلا ميكروفون، اوقات بيكونوا بدهم يتجهوا لهالاشخاص من دون ما يستعملوا شيء، يعني بيكون عندهم حتى عدد كبير يمكن اشخاص من يعني عدد من الاشخاص عم يسمعوا لها المحاضرة من دون ما يكون في أي وسيلة توصل لهم الصوت بشكل أفضل. يعني هون كمان حتى الاجتماع البسيط يمكن لو في 3-4 أشخاص قدامهم كمان بدهم يعرفوا كيف يتحكموا بصوتهم وبنفسهم، يعني هون مثل ما قلتوا بيتحكم بأعصابه، يعني هون عم بتكونوا عندكم شغل مضاعف يعني بالنسبة للمعدة للرواية والنفس يعني بين في التكنيك وفي الشق النفسي، لأن الشق النفسي كتير مهم بمشاكل الصوت، لأن إذا كان عندك أي شيء فيه ستريس أول شغلة بتبين على شخص هي صوته، واكيد احمرار الوجه او شيء هيك. صحيح. بس الصوت هو مثل انديس كثير مهم. مزبوط. على وضع الشخص، اذا كان كثير متوتر شوي متوتر لاقط يعني هي دومينيتس السبيس اللي قاعد فيه، انه عارف كيف بده ياثر او ما انه قادر، يعني في الواحد يكون معه حق باللي عم يحكيه بس صوته ما انه كثير جهوري او منيح، في ما ياثر على العالم، في يكون معه حق مثلا بالفكره. صحيح. اللي بده يوصلها. سو الصوت كتير شيء مهم وبيميز الانسان وبيميزه طبعه اكيد. صحيح. ومثل ما قلت هو توقيعه لهالشخص، لانه هو بالدرجه الاولى اللي بيعبر عنه لهالشخص. هون كمان اذا بدنا نعطيهم فاذا مثل ما قلنا الارشادات اليوميه، يعني مثل ما ذكرت المعتقدات الخاطئه، يعني السكرنبات والعسل هدول مش لازم يلجأوا لهم لحتى يحسنوا صوتهم، اوقات بيقولوا لهم اذا عندكم شيء دغري هلا مثلا بعد شوي دغري خذوا هالاشياء، لانه هدول مثلا ممكن يساعدوكم دغري مباشره بعد اوقات بعد نص ساعه او ثاني نهار مثلا. سو هون مثل ما قلتي اول شيء بده يتجهوا له هو المي، ومش المي البارده. ايه اكيد اكيد اول شيء، وبدهم اكيد كثير يلتزموا برجيم الاكل، يعني ما يكونوا مثلا بيشربوا لاخر الليل او بياخذوا مثلا اي مثلا بواسون يعني مشروبات غازيه انه باخر الليل كمان، ولا شيء لازم يتفيدوا العالم. واكيد انه وهيدي قديش بدهم ينتبهوا لها كمان، هيدي صراحه نص المشكل. ما هيدي هي اذا بدنا نقول، لانه في كثير ناس مثلا بيقولوا لهم بيكونوا عم يحكوا وبقلب حديثهم ممكن يطلع معهم كثير لان بحسوا مثل او شيء او نشف او في شيء علق، هو لانه اذا استعملنا كثير صوتنا بطريقه منا كثير ظابطه بنكون عم نعمل بالاوتار مثل بيقولوا لها تروما، بنكون عم ندقهم بشكل كيف بس نلبس شيء ضيق على اجرنا ونمشي مسافه، بعد فتره بتحسي انه مثل في تورم او في مثل لحميه صغيره طالعه او شيء من شيء هيك مثل جلده زايده، سو بصير هالوتر يعمل مثل تورم صغير وبصير بعدين تحسي بهالشعور انه بدنا نعمل كثير اقحم، وهذا الشيء بدهم ينتبهوا له، فاذا ما يشدوا كثير ما ياذوا لهالصوت اللي عندهم، وخاصه كمان يعني يجربوا يبلعوا اكثر ما هيك، واحد يجرب هيدي اكثر ولا لا؟ بده يجرب يقصر جماله، بده يقصر شوي جماله، بده يجرب ياخذ نفس عميق يعبي تيقدر يضاين، وبده يعمل اكيد تمارين خاصه بالاوتار بشكل ما يشدوا كثير على اكيد بعض. حتى ينتبه عليهم، لانه مثل ما قلتي موضوع كثير اساسي بحياتنا اليوميه. رح تضلك معنا ناتالي ورح نتابع معك اكيد بعد دقائق بموضوع الصوت، انما هالمره عند المراهقين، وايضا رح يكون عندنا وقفه مع الشيف حسين ورشه ملح، خليكم معنا.